دي محاولة خطيرة. إيسا تيامبونغ قدمة قوية لكن أجمل الحارس أجمل كثيرا هذه الهجومات. حداوي حداوي في مرة تجيب هدف هدف يا سلام على مجيد. إذا الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني المغربي بعد سمرية جيدة للاعب مصطفى الحداوي اتجاه مجيد بولبول. وهدف حيث أعتقد دفاع السنغالي على هناك شروط قوي بين المنتخب الوطني المغربي ومنتخب السنغالي في الجرائم في ملعب منتخب دكار. حداري هذا سليمان ثاني حداري من لاعب سليمان ثاني وسادي سكيتا كرة مخرجات خلفي وضربة ركنية. المدرب سيد عبد الخالق اللوزاني ساوي هناك ما كاينش شروط ما كاينش شروط ما كاينش شروط. رشيد داودي رشيد ساوس يا سلام ساوس يغدر محاولة تسجيل الهدف الثاني. سيمانسي مامادو ساو مامادو ساو يخدف والحارس عزمي قد تقوية ديال اللاعب مامادو ساو لا طريق ديامبور وفيما اجمل تغماتي في الجاي ثلاث مرات يتخلى اللاعب النيباس. هناك ايضا اداء قد وفيما اجمل ديال الحارس عزمي. أما ناجي زويني يعلن على نهاية الصوت الأول من هذا اللقاء اللي جمع المنتخب الوطني المغربي بالمنتخب السنغالي واللي انتهى بانتصار المنتخب الوطني بإصابة 1-0. تعلن فاصلة الحكم في ناجي زويني على بداية الصوت الثاني. سعودي سعودي ما كاينش شروط. مجيد مجيد هناك اللاعب الشايس مجيد يخطف. كان للاعب مجيد يعطي الكرة إما اللاعب النيبت ولا اللاعب الشوط. لاعب سو سورو سورو سيني والكرة تطمت كرة تطمت بالقائم. كان لاعب سليمان سيني في وضعية شروط. كان هناك شروط مامادو سو مامادو سو النيبت عجيب اللاعب النيبت لاعب كبير لاعب نيك. الحارس ألاسانديان رشيد داوتي تقدم والهدف هدف يا سلام على رشيد يا سلام. سرود كان سرود يا اللاعب طنبيضة لكن هناك حارس أسبوع هدف هدف اللاعب سليمان ثاني. كان هناك صعود هناك رشيد ما كاينش صعود. مجيد وروجيناتي مجيد مجيد في موقع عمليات المنتخب السنغالي مجيد واللاعب هناك رشيد تودي رشيد يقدم والكره مره ثانيه كره قدمت اللاعب رشيد تودي مره ثانيه من شباك الحارس ألاسانديان. عماد مريم ديالو خلص الظهر خلص الظهر مثلا عندك كل لاعب خلص الظهر عند لاعب فرتو يا سلام يا سلام على خلص الظهر ويا سلام على اللاعب يوسف فرتوس وسط لاعب يوسف فرتوس بعد عمل جيد يا لاعب خلص الظهر. إذن المنتخب الوطني المغربي يفوز بملعب صدقة بدكا على المنتخب السنغالي بثلاث إصابات مقابل إصابة واحدة. فوز ثمين ومستحق. نهنئ كل العناصر الوطنية اللي صنعت هذا الفوز.